مخابز كوريا تقع في المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة 7000 متر مربع، وهي من أكبر المخابز الآلية في دولة قطر، تديرها أيدي ماهرة بخبرة تمتد إلى أكثر من 30 عاما. صارت كوريا أسست 1984، بدينا في الريان شوي شوي، ابتدينا طول العمر بحوالي 10 عمال وكوريين اثنين ماستر واثنين أسستر مساعدين يعني، وابتدينا يعني على كانت مبيعاتنا في ذاك الوقت ما تعدى 3000 ريال، 3500 3500، لأن بداية السوق يعني ما حد يعرفنا يعني. عقب طول العمر طلبنا عدة مرات نطلب من البلدية ومن أراضي الحكومة عشان المخابز نوديها برا لأن بنكبرها وهذا. الله سبحانه وتعالى قدر ما شاء وجات الطاقة والصناعة، فطلبنا منها طول العمر الأرض دي، أعطونا إياها يعني، وكلفنا المصنع هذا كثير جدا يعني تقريبا 70 أو 80 مليون. تعتبر هذه الصناعة من الصناعات الواعدة نظراً للتقنية المستخدمة والزيادة أو الكثافة السكانية اللي في دولة قطر حالياً، ومع التوقعات باستمرار الزيادة السكانية السنوات القادمة، فهناك فرصة حقيقية لرواد الأعمال للدخول في الصناعات الغذائية، بالأخص مثلاً صناعة المخبوزات، وممكن تتطور إلى منتجات متنوعة ومتعددة تلبي احتياجات المجتمع فئات مختلفة والمؤسسات والمدارس، فممكن فعلا نتطور تصبح صناعة رائدة، وممكن أيضا يتم التصدير منها إلى دول أخرى. تقدر طاقة المصنع الإنتاجية بما يقارب 18 طن طحين في اليوم من مختلف الأصناف التي تناسب جميع الاحتياجات والأذواق، مع المحافظة على المعايير القياسية إلى جانب الحرفية المميزة المطبقة في الإنتاج الصناعي. قمنا حنا نطور، نحضر المعارض في ألمانيا وما ألمانيا، دائما في ألمانيا المعارض، أكبر المعارض في ألمانيا نحضرها للمخابز يعني، نحضر ونطور المخابز. طورناها لأن المخبز هذا الحين، أنا ما أقول كل الناس خير وبركة، لكن أقول المخبز هذا من أحسن المخابز اللي حطها في الشرق الأوسط. ليه؟ من النظافة، الجودة، من الأشياء اللي نحطها نجيبها من ألمانيا، نجيبها من إيطاليا، نجيبها من فرنسا، نجيبها من كل مكان نجيبها. يتم حالياً تلبية جزء من الطلب المحلي من قبل مصانع متواجدة في دولة قطر، وجزء آخر يتم استيراده من الدول المجاورة. اخترنا الصناعة هذه علشان البلد، البلد تستوعب هذا الشكل والبلد تحتاج إلى هذا الشيء. من وقت لآخر يدأب المصنع على تحسين نوعية المنتجات المختلفة وإضافة منتجات جديدة مبنية على حاجات المستهلكين التفضيلية. هناك جانبين في هذه الصناعة، جانب يتعلق بتطوير المنتجات لتصبح منتجات متنوعة أكثر، بحيث تشمل على منتجات غذائية متنوعة ليس فقط تحتوي على القمح والدقيق، وإنما يضاف إليها مثلا الأجبان، المنتجات المتنوعة الأخرى، ويتم تغليفها بصورة صحية وتقدم بصورة وتباع بصورة صحية نموذجية. وأيضا جانب آخر هو جانب التوطين، يعني مهم جدا أن تكون عندنا احنا كسلعة استراتيجية أو كمنتج استراتيجي غذائي لا تخلو من أي مائدة، أن يكون عندنا منتج وطني متوفر ويغطي الاحتياجات السوق المحلي. جودة الإنتاج من أحسن الجودات كلها، لا يمكن تحصل جودتنا في أي مكان كان من الخليج، بل حتى في أوروبا بعد ما تحصلها، لأن احنا نحط مواد أشياء خاصة تكلفنا فلوس نجيبها من برا عشان مخابزنا تصير سوفت ناعمة، لذتها زينة، الشلب حقها يطول، كل الأمور الطيبة. يظل المنتج القطري ذو علامة بارزة ولديه إقبال كبير في السوق المحلي، نظراً لتوفر عنصرين أساسيين اللي هما عامل الجودة والسعر المنافس،
أضف إلى ذلك قضية أن هذه المنتجات تتميز أو متطلب ينبغي أن تكون دائما طازجة ومتوفرة بشكل يومي في السوق. يحتوي المصنع أحدث خطوط الإنتاج الكورية والألمانية، وذلك لتقديم منتج بجودة عالية يحرص عليها الفنيون والعاملون في عملية الإنتاج. كل الناس عملاء لنا، أكثر عملائنا القطريين، أكثر عملائنا القطريين، يعني يمكن كل القطريين يأخذوا من عندنا إلا ما قل. اللي يدريك القطريين لما يروحون أجازة إن مبيعاتنا تقل شوي، لما يرجعون تزيد. هناك توقعات تشير إلى زيادة في الطلب على المنتجات الغذائية وبالأخص في مجال المخبوزات، حيث أنها تمثل التكامل بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. يعني تلاحظنا في السنوات الأخيرة وبالأخص سنتين الماضيتين أن هناك زيادة أو طفرة كبيرة في الإنتاج الزراعي المحلي، وبالأخص أيضا بدأت دولة قطر في إنتاج المنتجات العضوية الخالية من المواد المعدلة وراثيا واستخدام المبيدات. فنحتاج أن تتكامل مع الصناعات أو تكون هناك صناعة موازية مع الزيادة والطفرة في الإنتاج الزراعي. عندنا منتجات كثيرة، منها لارج بريد 700 جرام 800 جرام 400 جرام 500 جرام 600 جرام وهكذا أبتوقف. وبعدين عندنا طول العمر الرول اللي هي يسمونه هذا بالإنجليزي يسمونه رول، يعني عندنا صغير وعندنا كبير ثلاث أنواع، عندنا أشياء كثيرة، يعني عندنا بان اللي هو همبرجر، عندنا كروسون وماكروسون أشياء كثيرة، يعني عندنا راسك اللي هم يسمونه شابورة، في كيك، في أشياء كب كيك ما كب كيك لو إكسترا إكسترا كثير. يعني نأمل أن نرى المنتجات القطرية تعبر الحدود وتكون أيضا متاحة في الدول المجاورة كمرحلة أولى، ونعتقد الآن في المنتجات القطرية لديها من الجودة والكفاءة والسعر المنافس التي ممكن أن فعلا يتم تصديرها للدول المجاورة ونحقق أيضا عوائد إضافية. عندنا 30 سيارة توزع في البلاد، 30 سيارة موجودة كل يوم تروح مرتين على ورديتي، إلا الخور والباقي الأول اللي حوالينا لغاية هنا المسعيد كلها ورديتي. توفر التحميل بارزة ديسباتش الساعة 3:30 يحملون ويفكون من هنا الساعة 6. التوزيع يوزع على الميرة كلها، طبعا الميرة عندها حوالي 30 مكانة، وزع على هزم كارفور، وزع كل المحلات كلها. توفر الآن الدولة من خلال بنك قطر للتنمية العديد من المميزات اللي ممكن من خلالها دخول الشباب ورواد الأعمال لمجالات الاستثمار الصناعي اللي متوقع أن يحقق عوائد مجزية لهم ويحقق أيضا نمو في الاقتصاد المحلي. يصل إجمالي حجم المنتجات الغذائية في دول المنطقة لعام 2017 في حدود 109 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا، وهو فرصة حقيقية لرواد الأعمال للدخول لمجالات الصناعات الغذائية، حيث أنه متوقع أنه فعلا تحقق عائد مجزي يفوق الكثير من المجالات الأخرى. يقدم المصنع خيارات صحية من الخبز متعدد الحبوب الذي يمتاز بمذاق طيب، وفي الوقت نفسه هو مصدر غني بالألياف ليكون الخيار الأمثل لمرضى السكري. في منافسة، لكن ما هي منافسة اللي احنا نضك منها ولا نقول انها منافسة علينا، لا في منافسة. ما في شيء في السوق الا ما في منافسة، واذا ما ينافسك حد معناته انت ما تقدر تبيع. اذا ما ينافسك حق في السوق ما تقدر تبيع، لأنك في السوق بالحالك معناته أنت ما عاد نافسك، لكن لازم أنت لازم في منافسة. لكن ترجع للزبون شيبي،
الزبون لما يدخل سوبر ماركت او يدخل المول او شيء يروح اللي هو يبي ترجع له. انت حتى هناك طول عمره هناك في السوبر ماركت ولا شيء ما يقول والله تعال خذ مخبز كوري ولا خذ مخبز فلان ولا المول، هو اللي يختار. هناك فجوة طبعا كما هو معروف من ناحية المنتج المحلي والحجم السوق، فهناك عجز. ممكن احنا فعلا في هناك طلب كبير على هذه المنتجات، ما زالت المصانع الموجودة لا تغطي السوق المحلي، فنأمل ان في نأمل في دخول مصانع جديدة في هذه الصناعة، وايضا توسع الصناعات الحالية لتشمل منتجات اخرى وزيادة حجم الانتاج. سعر بتاعنا زين، مو بعالي واجد، مو بعالي وايد، وحتى لو سوينا عالي وايد لانه يستاهل الغلا، لان الغلا يستاهل الغلا لما نسويه احنا الغالي يستاهل، فيري جود كواليتي يعني. واحنا نجرب حتى من السوق، احنا لازم يقعد في الشتاء 7 ايام، حطينا التايم حقه 6 ايام، والحين نجرب حتى من السوق من 4 ايام بعد ما نخليه. يأخذنا منير الخطيب مدير المنشآت الصناعية في جولة داخل المصنع للتعرف على كيفية إنتاج المخبوزات المختلفة، ولكن بعد الفاصل. مرحب فيكم في مخابز كوريا، نخذكم جولة اليوم لنعرفكم على المنتجات تبعتنا من المواد الأولية ليطلع الخبز مغلف وجاهز للأكل. احنا هنبدا اول مرحله بمرحله التحضير. طبعا قبل مرحله التحضير احنا بنجيب الرو ماتيريال من مخازن اليوميه. طبعا هاي المخازن اليوميه هي عباره عن مخزن يومي فقط لكل يوم. الرو ماتيريال بتيجي اللي هي المواد الاوليه بنحضرها من المخازن الشهريه، عندنا مخازن شهريه ومن ثم مخازن يوميه. طبعا بعد المخازن اليوميه بنيجي هنا على عمليه البريبريشن اللي هي عمليه التحضير. التحضير طبعا هي عباره عمليه الميكسينج، بنعمل فيها تحضير للمواد، بنحضر المواد اللي بدها تدخل بالانتاج. طبعا الانتاج حيكون متشكل او مش انتاج على وان ايتم، حيكون الانتاج عندنا 40 نوع من المخبوزات. طبعا كل نوع بخلطات مختلفة تماما. بعد عملية الخلط بناخذ كل المنتج من نوضعه في الخلاط. الخلاط طبعا بضيف عليه المي وبخلط. طبعا الخلاط هو الكنترول تبعه كله عن طريق الكمبيوتر، بخلط العملية كلها ومن ثم بيطلع العجين. الخلاط هذا كوري الصناعة، في عندنا خلاطات أخرى ألمانية. طبعا هذا سعته 200 كيلو بالخلطة، الخلطة الواحدة بتقعد 6 دقائق. 6 دقائق طبعا هي على مرحلتين، دقيقتين سريع و4 دقائق بشكل البطيء. وبعد ما تنتهي الخلطة بيطلع العجين متكامل، بنروح على القسم الآخر. بعد ما نخلص الخلط تيجي العجينة هون، هاي عملية التقطيع والتشكيل. هنا ماكينة التقطيع ومن ثم بنيجي على ماكينة التشكيل. طبعا هاي الماكينة بتشتغل بشكل كمبيوترايز. طبعا هذا الخبز، خبز البرجر بنعمله، هي واحد من أنواع المخبوزات اللي بنعملها، تيجي على الماكينة هاي، وطبعا ما في عامل إنساني فيها أبدا، كله أوتوماتيك. بإمكاننا تغيير المولد هو القالب حسب التشكيل. ماكينة التشكيل هاي صناعة ألمانية، بتشكل 6 أنواع من المخبوزات،
بتنتج 5 طن باليوم. طبعا بعد ما تنتج المخبوزات تيجي على صواني، تنحط على صواني حسب الشكل، كل نوع بشكل مختلف تماما. هيك بنكون خلصنا من عملية التشكيل، بنروح على المرحلة الأخرى. المرحلة الأخرى وهي مرحلة التخمير تأتي بعد مرحلة التشكيل. طبعا مرحلة التخمير هي غرفة مغلقة تماما، ممنوع حد يفتح الغرفة، ممنوع حدا يدخلها. طبعا درجة الحرارة حتكون 37 درجة مئوية، الرطوبة حتكون 78. طبعا تأخذ العملية هاي 85 منت ليخلص عملية التخمير. طبعا هي عبارة عن، إذا بتشوفوا هي تورات بتلف حسب التايم اللي إحنا بنحطه مناسب حسب الخلطة. وبعد ما تخلص الخلطة هاي تطلع من مخارج أخرى على عشان تدخل على المرحلة الأخرى. طبعا هنا بنبدأ نطلع من مرحلة التخمير. مرحلة التخمير بنلاحظ إنه الشكل مختلف تماما، اختلف الشكل من أول ما دخل على مرحلة التخمير إلى أن خرج مرحلة التخمير. هذه التكنولوجيا تكنولوجيا ألمانية بالكامل، وهذا الفرن ينتج 45 ألف حبة من خبز البرجر، يعمل 24 ساعة. وبعد هاي المرحلة بنروح على المرحلة الأخرى. نأتي على المرحلة الرابعة وهي مرحلة الفرن. طبعا مرحلة الفرن احنا عندنا نوع من الفرن اللي هو تانل اوفن، يسمونه تانل اوفن، وهو الفرن النفقي. هذا الفرن صناعة ألمانية، وهو عبارة عن 4 زون، كل زون مختلفة. طبعا درجة الحرارة توصل إلى 180 درجة مئوية. المخبوزات تيجي عن طريق اوتوماتيكلي تدخل على الفرن. طبعا هذا أحدث نظام بالعالم. الكنترول تبعه هو عبارة عن كمبيوتر، ما في أي أيدي عاملة. طبعا هذا لتقلل الأيدي العاملة للمصنع. طبعا زي ما شفنا طلع خبز البرجر من الفرن. طبعا هذا عملية الخبيز تقعد 8 دقائق تقريبا، وبعدين بروح على السير. طبعا السير بخدها لعملية الفصل. هذا هون بفصل المخبوزات عن الصواني زي ما بنشوف بنلاحظ، بخدها كلها عملية أوتوماتيكية، بخدها على الديبانر، واسمه ديبانر لأنه بفصل المخبوزات عن الصواني. طبعا هذا الديبانر بيشتغل على سكينج للإير، اللي هو عبارة عن شفط الهواء. إذا بنلاحظ هون الصواني بتضلها ماشية من تحت والمخبوزات بتمشي من فوق. بعد ما ينفصل الخبز بيطلع طبعا بسيور مخصصة إلى المرحلة الأخرى. طبعا زي ما احنا شايفين احنا في غرفة التبريد. طبعا هاي عملية التبريد هي عبارة عن سبير بتمشي فيها، بتمشي على السكك المخبوزات بعد ما تكون سخنة طالعة من الفرن تقريبا ساعة، بتبردها بساعة ومن ثم بتروح على المرحلة الثانية. بس أنا بحب أوضح شغلة، إحنا في عملية التبريد هون عندنا ماكينة بتفصل كل الشوائب من الخبز، إذا في الخبز في أي شيء شائب بتفصلها وبتروح على مكان آخر، والصافي من الخبز بروح على المرحلة الأخرى. طبعاً درجة الحرارة الغرفة حتكون 22 ل 23 درجة مئوية. طبعاً عندنا إحنا زي ما إحنا شايفين 3 تورات، هذه 3 تورات بتشتغل على 2 أوفن. طبعاً عندنا إحنا 2 أوفن، أوفن صناعة ألمانية بتكنولوجيا ألمانية، وأوفن آخر بصناعة كورية بتكنولوجيا أخرى تماماً وهي كورية.
طبعا احنا انتقلنا الى قسم الحلويات، خلصنا من قسم المخبوزات وانتقلنا الى قسم الحلويات. طبعا قسم الحلويات زي ما احنا شايفين جميع الماكينات جايبينها من المانيا باخر تكنولوجيا المانيه. طبعا هون احنا بننتج الدونات، بننتج الكب كيك، بننتج الكيك اللي هو السبونج كيك زي ما انتم شايفين. هو عباره عن افران وعباره عن مولدز اللي هي عمليه تشكيل. طبعا هون احنا بنستخدم برضو الطحين، بنستخدم البيض، وطبعا كل شكل مختلف عن الاخر. بالنسبه للافران زي ما حكينا افران المانيه. طبعا لما ندخل المنتج السويت فيه طبعا المده تقريبا 10 ل 12 دقيقه لينخبز المخبوزات وتروح على عمليه التغليف. طبعاً المرحلة الأخيرة مرحلة التغليف. مرحلة التغليف طبعاً مرحلة فول أوتوماتيك. طبعاً عندنا كل نوع من المخبوزات له ماكينة مختلفة. طبعاً إحنا بنراعي في مرحلة التغليف واللي هي مرحلة اللي بنسميها مرحلة الجودة. طبعاً إحنا التغليف بنجيب الأكياس من مصانعنا الحمد لله، مصانع الريان بلاستيك. طبعاً مصانع الريان بلاستيك طبعا احنا مشترطين اشتراطات معينه، لازم يكون فيها جوده عاليه، ماخذين ابروف من الصحه للفود جريد. طبعا الانواع اللي بنستخدمها هون كتغليف هي انواع البي بي اللي هي اكثر انواع الاكياس شفافيه. طبعا في بعض المصانع بيستخدموا ال دي واللي هي اقل شفافيه، ما تستطيع انك تشوف شفافيه المنتج. طبعا احنا بنطلع على المنتج متكامل من المواد الاوليه حتى التغليف بننظر لها بشكل خاص. طبعا بعد ما انتهينا من عمليه الانتاج بنيجي على عمليه التوزيع. عملية التوزيع عندنا تقريبا ما يعادل 40 منتج من المخبوزات. طبعا كل منتج بنحطه على جهة معينة. عندنا تقريبا ما يعادل 30 سيارة توزيع. طبعا احنا الأسواق تبعتنا مش محصورة في منطقة معينة. طبعا من أكبر هايبر ماركت للبقالات العادية كل شيء فيها، الميرا، كارفور، لولو، الحمد لله مغطيين كل قطر، لأنه منتجنا مطلوب بالسوق القطري وإحنا منلبي السوق القطري، فوضعين كل إنتاجنا في أي مكان بالسوق القطري، وأي شخص بحب يشوف إنتاجنا بوجده في أي مكان، في البقالات الصغيرة والهايبر ماركت الكبيرة. نصيحة للشباب يا طول العمر، هم يتوجهون للصناعة أبرك لهم وأحسن لهم، وصناعة والرجل اللي يتوجه للصناعة هذا يخدم بلده، هذه في خدمة البلد، في خدمته ثم البلد، خدمة البلد الواحد ما يتناساها يعني، اللي ما يخدم بلده ما في خير.